التاريخ يكتب لحظة بلحظة، توثق أحداثه عدسات المغامرين. إليهم حزمت حقائبي وصرت أفتش عنهم وأقتفي أثرهم خطوة بخطوة، والطرقات محفوفة بالمخاطر ومزروعة بالألغام. قبل أن أغامر كنت طالب في جامعة تعز قسم التسويق ماركتينج، وكنت رياضي أتمرن في نادي الرشيد، وكنت من صعدت إلى الفريق الأول وأنا في عمر صغير. كان عندي طموح أن أنا أكون في المنتخب اليمني وأمثل الوطن في المناسبات في البطولات العالمية. دلعت الحرب أو اقتحمت الميليشيات المدن في الفترة التي كنا ندرس بها، كنت في المستوى الأول. اقتحمت الميليشيات، توقفت الدراسة، وخرجنا أول مسيرة من داخل الجامعة. عندما توقفت الحياة خرجنا مسيرة من داخل الجامعة الراجلة إلى معسكر الأمن المركزي. خرجوا الآلاف من أبناء تعز، ورفضنا الميليشيات من أول يوم. لم أكن أهدف للمغامرة، إنما لنصرة القضية. نحن خرجنا لنصرة هذه القضية بعد أن توقفت دراستنا. كان كمان الرياضة بالنسبة لي عمل توقف أيضا، ورأينا الميليشيات تقتحم المدن، تنهب مؤسسات الدولة، تقتل، تبطش، حاصرت المدينة. خرج أبناء تعز شتى الشرائح، المتعلم، المثقف، المدني، القبلي، خرجوا للدفاع عن هذه القضية. سلكوا طريق السلاح، بينما نحن كطلاب أكاديميين أنا سلكت الطريق الإعلامي ومسكت الكاميرا وبدأت أوثق جرائم هذه الميليشيات، القصف، الدمار، ومن ثم المعارك. كنا مع المقاتلين خطوة بخطوة. لم نكن نملك أي شيء من احتياطات السلامة أو أدوات السلامة أبداً.
احتياطة السلامة التي كنا نحملها معنا للمعارك هي دعوة أمهاتنا، وأكثر شيء يعودنا إلى البيت سالم هو حفظ الله وسترها لنا. كل ما نملك هو كاميراتنا فقط وعدساتنا، لا نملك شيء من احتياطة السلامة، ولم يكن هناك جهة في تعز ترعى هذا الشيء أو توفر لنا هذا الشيء. أصور لأرشيفي الخاص من أجلينا وأنشر في صفحتي في الفيسبوك، ومن ثم مع الأيام بدأت أرسل بعض المعارك، بعض المشاهد، بعض اللقطات الإنسانية إلى بعض القنوات. أما فيما قبل لم أكن إعلامي، إنما اكتسبت المهنة والمهارة من الميدان في فترة الحرب. أسعد اللقطات أو المواقف التي صورتها هي معركة تحرير جبل الهام، والتي أتت في فترة سددت الميليشيات الخناق والحصار على مدينة تعز. كنت الإعلامي الوحيد الذي صور تلك المعركة. كانت معركة وجها لوجه بين الشباب أبطال المقاومة وميليشيات الحوثي التي كانت متحصن بشدة في ذلك الجبل. كان الجبل بالنسبة للميليشيات هو سد أو حصن منيع لهم من أجل حصار تعز. وانتصارنا في تلك المعركة فتح الشريان الوحيد لتعز له هو خط الضباب، فكانت بالنسبة لي والمدينة كانفراجة وفتح. تلك المعركة كانت من أسعد اللقطات عندما شاهدت الطريق بدأ يعود، السيارة تمشي، الأدوات تدخل، المواد الغذائية، المواد الطبية. كانت حقيقة لحظات لا توصف في تلك المعركة. بعد ثانية بس طلع جنبه. عيال مليان ها مع السلامة. شوف حذيفة ولا لا؟ شوفوا وينهم؟ ذواق قريب المدرسة. يا حبيبي يا كم صعدة
من أرعب اللقطات التي صورتها في منطقة الثعبات بينما الشباب كانوا يتقدمون في إحدى المنازل. كنت أمضي معهم بالكاميرا، تقدمت معهم، بدأوا بالانتشار يمين يسار، كنت أنا معهم بالكاميرا أوثق بينما الشباب انتشروا يمشطوا. أحد الشباب كان يريد أن يرمي قنبلة على الميليشيات الحوثية، وكنا نبحث عن ولاعة من أجل أن يولع الفتيل حق القنبلة، وأنا أوثق هذه اللحظة. فإذا بالميليشيات من أعلاه هي على المنزل، أحد جنود الميليشيات يرمي علينا قنبلة فتنفجر بيننا. كانت من أرعب اللقطات. قنبلة قنبلة حقا. دولعة دولعة يا شباب. واحد زحنا بنت 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 بنت، في واحد يضرب من فوق. مجموعة تدخل يا أخوة خمسة يا شباب. في واحد داخل عمارة. كانت من أرعب اللقطات تلك. وهناك أيضا من أرعب اللقطات بينما أنا أصور أحد المقاتلين وهو يتقدم، كنت مقابل القناص الحوثي وأنا لا أعلم، لم أره، كان متحصن في إحدى البيوت. أطلق النار جنبي كنبذ كهرباء لكن حديد، رأيت الطلقة تخترق هذا الحديد، كانت الطلقة موجهة إلي لكن الله ستر أصابت الذي خلفي. أحزن اللقطات أو المواقف التي واجهتني في مسيرتي الإعلامية خلال الحرب هي استشهاد الإعلاميين. كنت من ضمنهم، كنت أحد الشباب. أنا دعيت لبعض الشباب من ضمنهم سعد النظاري رحمة الله عليه، أنا الذي صحيته من النوم، قلت له يا سعد تعال بنروح نصور المعركة. بينما وصلنا إلى المعركة في منطقة الثعبات، هو ذهب ليوثق منطقة وأنا ذهبت للجانب الآخر لأوثق، أتاني خبر عن إصابة سعد بمقذوف للميليشيات. ذهبت لأرى سعد، بينما نطمن على سعد خطم مع سعد، الدبابة نزلت، أنا أحدث سعد يا سعد بروح صور وبرجع، خلاص أنت بخير، أنت الآن ما عذيبك شيء، ثواني وبرجع. بينما الثلاث ثواني ذيك اللي أكلم بينها سعد أخرتنا، والحمد لله لم أكن لولا تلك الثواني لكنت ضمن عدد القتلى ومن عدد القتلى الإعلاميين أصحابنا الإعلاميين اللي استشهدوا. على طول أول ما خرجت كذا قبل ما أخرج الباب نزلت القذيفة، رجعنا الضغط حق القذيفة اللي رجعنا إلى الخلف. شفت الإعلاميين يخرجوا، كنت أصيح الشباب الإعلاميين استشهدوا تعوروا. خرجت من الباب، على يميني أحد المقاتلين وتحته تقي الدين الحذيفي. لم أدارك الموقف، ما أدريت إيش أعمل، أخذت الكاميرات ورقمت بها، رحت بحمل المقاتل. المقاتل كان ما شاء الله ثقيل جدا، أخذت تقي، حملت تقي. عندما حملت تقي دخلت جدي إلى أحشائه مع شعاط مع القذيفة، حملته إلى الداخل،
أجي أطمن على الشباب البقية. قالوا وائل استشهد، بالجهة الثاني صلاح الدين، وليد القدسي، بوتير، كان سعد ما زال على قيد الحياة. أسعفناهم جميعا. استمرت المعركة، ذهبت للتصوير، استكملت التصوير. أتتني رسالة من المستشفى، سعد لحق بركب الإعلاميين الذين قتلوا. كانت من أحزن اللقطات ومن أحزن المواقف هو ذلك. رسالتي أوجهها إلى الشعب اليمني، وعلى وجه الخصوص القيادة السياسية وقادة الأحزاب وأصحاب القرار في الوطن. أقول لهم كفى هذا الشعب مما ما عانوه بسبب حقادكم ونزاعاتكم وتفرقكم الذي أدى بنا إلى هذا الوحل والمستنقع، إلى هذه الحرب التي لم ترحم أحد. رسالتي أوجهها لأصحاب القرار على وجه الخصوص، لأنهم هم الأساس، وإلى الشعب أن لا تسكتوا عن هؤلاء ولا ترضوا عنهم. انتقدوهم، علموهم أنهم مخطئون. لابد أن نري قاداتنا إن أخطأوا نقول لهم مخطئين من أجل الوطن، لأن ليبقى إلا الوطن ستذهب جميع الشخصيات، ستذهب جميع الطوائف، جميع الأحزاب، سيبقى الوطن. اعملوا من أجل هذا الوطن. يقفون خلف عدساتهم، يعيشون اللحظة ولا ينتظرون الغد، فربما في الغد تكون النهاية لتبقى الصورة خالدة لا تموت.